بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تبع جزاره ابو احمد، عندنا فرعين، فرع في صلاح سالم في عمارات العبور، وفرع في عباس العاد في انور المفتي جزاره ابو احمد. احنا بنحارب الغلاء. احنا عاملين مبادره تبع مبادره الغلاء ده اللحوم. عندنا الكيلو اللحمه دلوقتي ب 179 جنيه، وش فاخده، سمانه، كولاطه، بوفتيك، اي حاجه من فيليب من لحوم، اي حاجه من لحوم، خضار، وش فاخده، سمانه، هانتر كوت، كله 179 جنيه. السنة دي احنا عاملين دلوقتي 179 جنيه اللحمة، 179 جنيه سن، خضار، كاب حلة، ستيك، بوفتيك، كله ده 179 جنيه. هاري فيليتو 189 جنيه، هاري تيريانكو 189 جنيه. حد هو حابب يتواصل معاك حاجة؟ لأن هاري الفيليتو هو أول حاجة تبقى نعمة في العج، وبعد كده هاري التيريانكو هو دول المطلوبين شوية في العج عشان دي أنعم حاجة. هاري تيريانكو وهاري الفيليت اغلى من اللحوم 10 جنيه. اي قطعه في اللحم ب 170 جنيه، غير الفيليت وغير هاري تيريانكو. لو في حد عنده رقم تليفونك يتواصل معاك، رقم تليفونك ايه يا حاج محمد؟ 0130 22 781. العناوين بتاعت المحلات بتاعتك فين؟ في عمارات العبور في صلاح سالم، واول عباس العقاد في انور المفتي. احلى حته لحمه في العجل هو وش الفخده، وبعد وش الفخده هو عارف فيليتو وعارف التربيانكو، ده انا حته في حته اللحمه. ده الفيليتو ببشاو والتربيانكو لحمه بارده، وش الفخده ومحروم محمول اللي هو البفتيك وكده والكلام ده. عندك بقى التركوت البيت الكلاوي اللي هو الستيك ده، دي بيت كلاوي ستيك، خش صينيه، خش شاوي، بتعمل كل شيء. حتة الزبد اللي زي هنا كده، دي السن دي بتبقى خضار، تبقى تعملها خضار وكده، وتعملها برضه في كباب حله نفس النظام، الاثنين بيمشوا مع بعضيهم. واختلاف برضه مع الموزه، وعندك الموزه وفرخه الموزه، ده كل لقيته بنعمل برضه خضار.